أكيد سالي، هلا صار الوقت نتعرف شو أبرز أمراض الجهاز الهضمي اللي ممكن ترافق أولى أيام الصيام، وأيضا نركز على بعض الحالات الصحية مع الدكتور منصور ناصر الدين رئيس الجمعية السورية الهضمية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم ويسعد صباحك دكتور. بالبداية خلينا نحكي شو أبرز المشكلات الهضمية يلي عم يعاني منها الصائم. طبعا هلا ببداية رمضان بنعرف إنه فجأة قطع الأكل لفترة معينة، تمام، فبصير في مشكلات هضمية. نحكي عن أبرزها دكتور. طيب هلق اسمحي لي بداية أنه وجه لكم تحية سالي وسلمى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولأسرة الإخبارية بشكل عام، ومن خلالكم لعموم الأخوة المشاهدين في هذا البلد الحبيب سوريا. أتمنى أن يحمل رمضان كل الخير واليمن والبركات للجميع إن شاء الله، ورمضان كريم علينا وعليكم. لو جينا على موضوعنا، لموضوع الهضمي اللي على طول نحن على تواصل معكم فيه برمضان وبغير رمضان، مثل ما بنعرف انه الموضوع الهضمي بيشغل او بيتدخل بكل الاختصاصات. اي واحد بده ياخذ دواء لاي مجال لازم يمر على طريق الانبوب الهضمي عن طريق المعدي، ولازم تكون معدته جيده مشان انه يتحمل الأدوية والأكل وكل شيء بشكل عام. هلق أول شيء نحن الشخص أو الإنسان العادي عم بيتناول ثلاث وجبات على الأقل، نقول على الأقل لأنه في ناس بيتناول وجبات متعددة، شيء بزورات، شيء حلويات، شيء بين الوجبات بشكل كبير. وبعدين عم بينطلق أو عم بينقلب بشكل مفاجئ لنظام جديد اللي هو نظام الصيام، وعم بينقطع عن تناول الطعام حوالي 16 ساعة. اللي بدنا نقوله انه الجسم قادر على التأقلم بشكل كبير، الانسان سبحان الخالق عنده قدرة على التأقلم بشكل كبير مع الوضع الجديد. اللي بيفرق هو موضوع الإرادة، والإرادة اذا مبنية على الإيمان وعلى الموضوع الديني وعلى الموروث الاجتماعي. وهلق رح نحكي كمان على الموضوع العلمي اللي هو بيشمل طبعاً فوائد الصيام بشكل عام. بنشوف انه رح يقدر يتحمل الصائم صيامه وينتقل للنظام الجديد بشكل معقول. راح تكون الأيام الأولى صعبة مثل ما بنعرف، وخصوصا بموضوع الماء ممكن يكون الطعام أقل صعوبة، خاصة لما بيكون الجو حار. الامتناع عن تناول الماء فترة طويلة راح يرهق الصائم ببدايته، ولكن لو اتبعنا بعض النصائح الصحية ممكن أنه نحن نخفف العبء على الأخوة الصائمين ونخليهم يتحملوا. اهم شيء اللي هي النصائح اللي رح نحكي فيها مع حضرتك، ولكن بدنا ننوه انه طبعا للتواصل معنا الارقام عم تظهر حاليا على الشاشه لكل يلي بده يتواصل ضمن الفقره الصحيه مع الدكتور او يوجه اسئله ليعرف شو الاجابه. الارقام عم تظهر اسفل الشاشه. يعني دكتور مثل ما قلت نصائح كثير، هي مرحله باول ايامها بتكون صعبه لكن مع الوقت بتصير اسهل، بتصير عادي وبتحمل. شو اهم شيء يمكن الشخص لازم يعمله بالايام الاولى؟ طيب خلينا اول شيء نحكي نحن انه اللي عم بيصير انه بزمن الافطار عم بيصير في مجموعه كبيره من الانواع مثل ما حضرتك قدمتي، وهالانواع عم بتكون احيانا مبالغ فيها، هالانواع عم بيكون فيها كميه كبيره من المواد الدسمه والمواد اللي حاوي على الكوليسترول، المواد اللي بنقدر نعتبرها ضاره للجسم بشكل عام وللانبوب الهضمي، وهي رح يرهق الجهاز الهضمي ورح يسوي لنا عطش بمرحلة الصيام اللاحقة. منشان هيك إذا بلشنا بمبادئ صغيرة وبسيطة، الاعتماد على الفواكه اللي فيها سكريات داخلية البناء، هذه السكريات مثل سكر الفركتوز والجلوكوز سهل دخول الأنبوب الهضمي، سهل التعامل معه، ما بيسوي لنا عطش بمرحلة الصيام اللاحقة، بيأمن السكر للجسم، بيأمن الطاقة اللازمة، وبيلغي موضوع العطش والحاجة للجوع. إذا اعتمدنا على هذه الفواكه واستبدلنا موضوع الحلويات مثل الحلويات المصنعة بالسمن وغيره، منكون كثير قدمنا فائدة للأخوة الصائمين. الشيء الثاني المهم موضوع التنويع، يعني كمية كبيرة من تعرفوا الصائم انه عم بيكون فتره طويله من غير اكل، وبعدين عم بيجي على وجبه بيتناول فيها كميات كبيره من مواد حاويه على الدسم
وعم بيشرب معها احيانا سوائل مي. ومياه غازيه. نعم. وهذا عم بيربكي الجهاز الهضمي وعم بيسوي لنا عسر هضم وعم بيخليه تعبان كل الفتره وعم بيخلي صيامه اصعب. مشان هيك في حال اعتدال بتناول الطعام والتنويع مع الاعتماد على الفواكه الطازجه مثل ما اسلفت بيكون افيد واريح للاخوه الصائمين. نعم دكتور، يعني عم نشوف احيانا، هلا بنعرف نحن المعده والجهاز الهضمي هو من اكثر شغلات حساسيه عند بجسم الانسان، فاحيانا عم يصير الصائم بعد الفطور عم يحس بحرقه بالمعده، يعني في هنيك يعني صار عنده مشكله انه كل ما يتناول وجبه بالفطور صار في حرقه، شو اللي بيقدر يتجاوز هذا الموضوع المزعج؟ يعني في بعض الاحيان هو مزعج. صح، هذه شغله كثير بنواجهها وبيشكو منها الاخوه الصائمين جدا. انا راح نوه عليها واشرحها تماما. لو بدنا نحكي على موضوع الاطعمه كلها وعلى الامراض كلها فراح ناخذ زمن طويل كثير، بس بشكل مختصر عندما يتناول الشخص كميات عالية من الدسم هذا يؤدي إلى بقاء الطعام فترة طويلة ضمن المعدة. نعم. ويؤدي إلى ارتخاء بالمسرة الفؤادية. دكتور معنا أول اتصال. يلا أوكي. اليوم صباح الخير، تعرفينا صباح الخير. صباح الخير، معاكي ريم عم تحكي من دمشق. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي دكتور عم يسمعك، شو بتحبي تسألي؟ صباح الخير. أول شيء رمضان كريم ينعاد عليكم وينعاد عليك دكتور. رمضان كريم علينا وعليك. رمضان عليك دكتور. هلا زوجي بيعاني من مرض القرحة وعم بيعاني كثير خلال بعض وجبات الإفطار، فكنت حابة بالنسبة للناس اللي بتعاني من هذا المرض وبالنسبة لزوجي إذا في شيء ممكن يكون إلى جانب العلاج اللي هو عم بياخده حاليا. نعم. السؤال تبع انه زوجة عنده مرض القرحة. استكمالا للحكي اللي كنا عم نحكي عن موضوع الحرقة، الحرقة هي عرض مهم من اعراض القرحة. الحرقة غالبا بيكون سببها رخاوي بالدسام الفؤادي بسبب امتلاء المعدة والسوائل مع الطعام والمواد الدسمة اللي موجودة بالمعدة، فبيرجع القلس المعدي بيصير في عنا المادة الحامضة بترجع عكس الطريق وبتحرق أسفل المري وبيصير في عنا معاناة شديدة من موضوع الحرقة. إذا خففنا المواد الدسمة وأخذنا الطعام مش بكمية كبيرة وما تناولنا كمية كبيرة من الماء معه ممكن أنه نتخلص من موضوع الحرقة. بالنسبة للقرحة ولسؤال أختنا، هلق القرحة الفعالة المثبتة بالتنظير أو القرحة اللي نازفة سابقا، هذا المريض رح نعفيه من الصيام صحيا وعلى أن يصوم لاحقا بعد شفاء القرحة. في حال الصيام مع وجود قرحة فعالة قد يحدث أحد اختلاطات القرحة مثل النزف أو الانفقاق. إذا كانت القرحة قيد العلاج ومضبوطة من خلال طبيب مشرف أخصائي تم السيطرة على الأعراض وعلى القرحات الحافرة ممكن أنه يصوم وممكن أنه نتجنب بعض الأطعمة. طبعا راح نحكي انه اكيد التدخين ممنوع جدا. نعم. بشكل عام وانا اعذروني طبعا اكيد بموضوع رمضان ما راح يكون في مشروبات كحوليه، بس المشروبات الكحوليه ممنوعه. بعض الادويه لازم نتجنبها او نمتنع عنها مثل ادويه المفاصل اللي بنسميها يعني مثل الديكلوفيناك والاندوميتاسين. نعم. والاسبرين، وهذه الادويه اللي ممكن انه تحدث قرحه وممكن تفعل قرحه. موضوع الأدوية اللي فيها مركبات الكورتيزون كمان، موضوع حب الحديد ممكن أنه نتجنبه. بالنسبة لحمية القرحة بشكل عام تغيرت مع الوقت. قبل كنا نحمي ممنوع الحد والحر والبهارات والحوامض القرحة صارت حميتها أخف، صرنا عم نعتمد على ممنوع الطعام اللي ممكن يكون مزعج. يعني في حال القرحة مضبوطة علاجياً وتناول الشخص بعض الأطعمة اللي كنا قبل نمنعه عنها مثل الحد والحر وما كانت مزعجة ممكن نسمح له فيها، فهذا ما هو مضاد استطباب أبدا، نسمح له يأكل طالما أنه نحن مسيطرين على القرحة بالأدوية الحديثة اللي موجودة عندنا. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي يمكن كمان عن أنواع أخرى من الأمراض يلي بيتعذر على المصابين فيها الصيام خلال شهر رمضان المبارك. سؤالك كثير مهم، شكرا أختي سلمى. هلق هذا موضوع شائك ولازم أنه نحن ناخده من المنحة الديني ومن المنحة الصحي. بس المبدأ بسيط وسهل، كل شخص يعاني من مرض مزمن أو مرض صعب وهو تحت
أو قيد المعالجة وعليه إشراف طبي، يفترض أن يستشير طبيبه قبل الصيام، لأن كل طبيب بيعرف حالة مريضه بشكل عام. بس المبدأ العام بعض الأمراض صعب أنه الشخص أنه يصوم، مثل قصورات الأعضاء مثلا بالمجال الهضمي، مثلا تشمع الكبد بالمراحل النهائية، الصيام راح يكون كثير له تأثير سلبي، وممكن أنه يكسر لنا المعاوضة ويدخل الشخص بسبات. بعض الأمراض مثل الداء السكري يفترض أنه يستشير طبيبه مريض السكري مشان يحط له برنامج، هالبرنامج يخليه يصوم بشكل آمن. ولكن إذا كان في عندنا داء سكري مع اختلاطات، وخصوصا اختلاطات يعني غير قابلة أو غير ليست تحت السيطرة، يفترض أنه ما يصوم، يؤجل لوقت ثاني لا تستقر أموره. الأمراض نعم. كثيرة بس ما رح ندخل فيها كلها، بس نعم إذا صار أسئلة كمان نحن عليها. هلأ في معنا اتصال تاني. طبعا بتعرف الفقرة الطبية هي فقرة كتير متابعة ولازم نضيء على هيدا القصص، خصوصي في فترة الصيام. ألو، معنا الاتصال جاهز. ألو ألو، يسعد صباحك. ألو صباح الخير. صباح الخير، رمضان كريم علينا وعليكم. تفضلي، حابة تسألي الدكتور شي؟ ايه دكتور، رمضان كريم اول شيء. يسعد صباحك اختي، رمضان كريم علينا وعليك، وكل سنه وانت سالمه. جت اللقطه تبعك. تفضلي، نحن الدكتور عم يسمعك، تفضلي. ايوه دكتور، انا من فتره عملت تنظير للمعده. نعم. طلع معي فتق حجابي. نعم. بمقدار 4 سم، 5 عفوا 5 سنتي. نعم. سؤالك عن العلاج ولا عن الصيام بوجود الفتق؟ هلا لا، انا الدكتور هون. تفضلي. ايوه، هو انا بدي اعرف انه انا صيام هلا امبارح صمت بس كثير تعبت. نعم. شو سؤالك اخذت الدكتور يعني بالصيام او لا؟ انه قالوا لي انه العمل الجراحي انه موجود بس تنظيريا يعني، وانه ما كثير بينصحوا فيه. تنظيري المعدة. انه اذا قدرت اعمل عمل جراحي ممكن اتخلص من هالمشكله نهائيا؟ شكرا اختي. انا راح احكي شوي بشكل مختصر. الفتق الحجابي هلق نحن دوما، مشان تبسيط للاخوه المشاهدين، في عنا مثل دسام مناة رجوع بيسمح للطعام يمر من المري إلى المعدي وبيمنع الطعام بالعودة. لما بيكون في عنا فتق حجابي بيكون في عنا خلل تشريحي بيسمح للطعام ومفرزات المعدي بالعودة للمري. المعدي من جوا مبطنة، يعني فيها طبقة بتحميها من الأسيد والبيبسين أو الخمائر الهاضمة اللي موجودة فيها. هلق إذا نزلت شقفة لحم بالمعدي بتذوب من خلال المواد اللي موجودة فيها، وجدار المعدي لحم ليش ما بيذوب؟ لأنه محمي مبطن. بينما الأنبوب اللي مسميه المري اللي بيوصل من الفم على المعدي هذا غير مبطن، لما بترجع المفرزات فبتحرق وبتسوي لنا التهاب بأسفل المري. بالنسبة لموضوع الفتق الحجابي، هو خلل تشريحي بيصير في عنا جزء من المعدي أحيانا بيطلع لجوف الصدر. هذا الخلل لا يصلح إلا جراحيا، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض من دون جراحة. وفي عنا إجراءات أو أدوية حاليا موجودة بتخلينا أنه إذا كان الفتق حجمه صغير يطيب هالالتهاب اللي موجود فيه وما يعود يشعر المريض بالأعراض، مع شوية حمية بينعفى من الجراحة. نعم. وفي حال عند على العلاجات ممكن أنه نلجأ للجراحة، والجراحة صارت سهلة عن طريق المنظار، مثل ما نستأصل مرارة بالمنظار. نعم. بنعمل طوي بسيط للتبسيط للأخوة المشاهدين، نطوي المعدي بهالشكل بسموه طوي نيسن، وبناخذ قطبتين وبالتالي منسكر هالفوهة الواسعة. ولازم اني نوه انه في اجراءات عبر التنظير، صار في عنا يعني ندخل مواد عبر التنظير او شيء بسموه راديو فريكوانسي، ممكن انه ننمي العضلة ونسكر الفتق من غير ما انه نعمل فتح ولا تخدير. وهي موضوع كثير سهل وبسيط وغير مؤذي، وما بيخلي المريض يدخل على المشفى بيخلصوا خلال 6 ساعات بكون. نعم دكتور، معنا ايضا اتصال. حسن، صباح الخير حسن. صباح النور عيني. يا اهلا وسهلا، معك الدكتور، شو بتحب توجه له سؤال؟ بخير عينك دكتور، لو سمحت، انا احيانا برمضان يعني مثل عسر الهضم ووجع باستجابه حاجبي. نعم نعم، صباح الخير اخي حسن.
أهلين صباح النور دكتور. شو بتقصد وجع بالحجاب الحاجز؟ يعني وجع في يعني أي مكان من البطن؟ فوق المعدة يعني تقريبا. إيه برأس ايه. المعدة يعني منطقة الشرسوب. نعم. تمام. إيه. موضوع عسر الهضم إذا فهمت السؤال منيح هو موضوع متوقع جدا بتبديل العادة الغذائية من عادي ثلاث مرات ثلاث وجبات إلى وجبتين وبمسافة كبيرة بيناتهم، بس هل هي راح تكون أول يومين وبعدين ترجع الأمور تستقر؟ إذا هذا عسر الهضم مزمن عنده أو مستمر قبل الأخ حسن أو عموم الأخوة المشاهدين، هذا بدنا نتحرى. عسر الهضم كثير مهم إذا كان الشخص مسن أو عنده عمر كبير، لأنه أحيانا بيكون عسر الهضم بيحمل بعض المشاكل داخل المعدة اللي بتنكشف بالتنظير ويجب أن تتعالج. وإذا كان الشخص صغير بالعمر وعسر الهضم عابر غالبا بنتغلب عليه بالعلاج العادي. أحيانا كثير بنلاقي أنه في عنا جرثومة بالمعدة اللي بسموها المنحنية البوابية الهيليكوباكتر، هي مجرد أنه عالجناها بيتحسن الهضم، ما بيعود يشعر المريض بهالثقل اللي بيشعره بعد الطعام، بيستمتع بالطعام ويصير يحس أنه الطعام مريح له وما عم بيتعذب بعد كل وجبة. والصائمين بنرجع بننصحهم ممنوع تناول المياه وخاصة المياه الغازية مع الطعام، لأنه عم نزود كتلة المادة الموجودة ضمن المعدة، وبالتالي عم نربك العصارات الهضمية وما عم نريح الجهاز الهضمي وما عم نحقق الغاية المطلوبة من الصيام. أصلاً الغاية المطلوبة من الصيام أنه نريح الغدد، نريح الجهاز الهضمي، نسمح للخلايا تتجدد، نسمح للطبقة السطحية اللي كانت متوسّة فيه أنه تتجدد بشكل مريح. يعني دكتور عم يجينا اتصال، في ضغط اتصالات كتير. أنا موجود معكم. أكيد أكيد في معنا طارق كمان اتصال. يسعد صباحك طارق. صباح الخير. تفضل طارق. صباح الخير. نعم وانت بخير. وانت بخير. وانت بخير. نعاد عليك إن شاء الله بالصحة والسلامة. أمين يا رب، رمضان كريم علينا وعلى كل سوريا وعليكم. تفضل طارق، شو حابب تسأل الدكتور؟ أنا رحت على دكتور راجعته وعملت كافة التحاليل، ما طلع معي أي شيء يدل على أي مرض. هلا صار لي فترة يعني بالنهار حسب 4-5-6-7 على الحمام بشكل متقطع. نعم. وأخذت أدوية وصفت لها الدكتور وخلصت الأدوية، ولكن معدتي ما زالت عم في إسهالات. وصلت سؤالك أخي طارق. صباح نعم الخير ورمضان كريم علينا وعليك. الله في حال كانت الدراسة كاملة ومستوفية للتحاليل والتناظير والتصوير بالأمواج فوق الصوتية وما كان في عنا أي شيء مرضي، غالبا عنا شيء بسموه خلل وظيفي أو ما نسميه الفانكشنال ديزيز، أو بتكون الأمعاء سريعة أكثر من المطلوب. أحيانا في عنا شيء اسمه المنعكس المعدي الكولوني، يعني مجرد أنه أكل الإنسان وفات الطعام على المعدة، المعدة بتخبر الكولون بتقوله أنه جاي شيء جديد، فرغ المحتوى اللي عندك. فكثير من الأخوة بيراجعونا أنه أنا ببقى عم باكل، أنا عم باكل من هون شوي بضطر أني أترك الأكل وروح على التواليت، أو بطلع ثلاث أربع مرات باليوم وما عم بقدر أطلع ومارس حياتي الاجتماعي، ما عم بقدر زور حدا لأنه كل شوي بدي روح على التواليت. هذا موضوع سهل وبسيط ولا يحمل خطورة. أهم علاج هو أنه نطمنك أنه هذا ما بيتحول لشيء مش سليم ابدا، ممكن السيطره عليه، في عندنا ادويه كثير فعاله. واذا كان حضرتك يعني راجعت اي شيء من مشافينا العامي او احد الاطباء الاخصائيين المشرفين عليك، ممكن انه يحطوا لك معدلات للحركات بالاضافه لبعض الادويه اللي لها مثل ثلاثيات الحلقه، وهي بتعطي مفعول كثير مناسب. واذا تواصلت معي بشكل شخصي انا ممكن تحت الهواء بعطيك مجموعة أدوية كمان ممكن تريحك. أخي سلامتك ورمضان كريم علينا وعليك. شكرا لك دكتور. إن شاء الله بنتمنى يكون كل المشاهدين اللي عم بيشوفونا ببيوتهم وأيضا اللي كانوا معنا عبر الاتصال الهاتفي يكون أجوبتنا شافية إلون. شكرا لوجودك معنا وبنتمنى لك أكيد باي نهار سعيد. شكرا لك دكتور. شكرا سالي. شكرا لك دكتور. أكيد ورمضان كريم علينا وعليك. شكرا كتير لك وللنصايح. شكرا جزيلا.